بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيد الساجدين. السلام عليك يا زين العابدين. السلام عليك يا خليفة الخاسرات. السلام عليك يا ذا السفانة. السلام عليك يا صاحب العبرات. السلام عليك يا أسيد الكبرات. السلام عليك يا عزم آل أباد. السلام عليك يا ابن خامس أصحاب أهل الكساء. السلام عليك يا ابن سيد الشهداء. السلام عليك يا أئمة الأتقياء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن الحسين السيد العابدين الذي استحلسته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. احترته لنفسي وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته حاديا مهديا. اللهم صل عليه افضل ما صليت على احد من ذرية انبياء حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة. إنك عزيز حكيم. برحمتك يا أرحم الراحمين.